منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. إنه الإسلام نور الله قدسي الجمال. إنه الإسلام نور الله قدسي. السلام عليكم ورحمة الله أيها التلاميذ. عليكم السلام ورحمة الله أيها الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. أنا بلابنا يو مادتين هيد التربية الإسلامية قارئان الفقه للصف الثاني الابتدائي. إن ما أنت إن شاء الله تعالى وحنك بلابنا الدرس الثاني عشر كلبات عشر كلبات وحكوسة بسيني هاي شروط الوضوء ويسقاتك شروط ديسا عشر كان كي كهري وحنكوسة براني عشر كان كي كهري وحنكوسة براني فروض الوضوء ويسقاتك وحيابها فرضك أه وواجبك أه. ما أنت إن شاء الله تعالى وحنبرنا هنا ويسقاتك شروطه ليه شروط داس وحوه هي أذيك أونا لقاهل ما بسمين كرتب ويسدي ويسدي ما بلوسو دوان كرو يدو شروط له شرط واي معناها وح وكحرن ويسدي بكحرن تاه شروط الوضوء مرك وحال ربع أنت أنا ويسدي سمين كهر أشروط لقاهل ألقا فيرنا يا ما أنت إن شاء الله تعالى عشر كانوا حنكبرنا هنا الدرس الثاني عشر كلبات شروط الوضوء ويسقاتك شروط ديسا أهم شروط الوضوء أربعة. الأول العقل والتمييز، فلا يصح الوضوء من مجنون ولا طفل لم يبلغ السابعة من عمره. أهم شروط الوضوء ويسقات كشروط دي سوحا أقوم مهم سن أربعة أفر أي أقوم مهم سن. أهم شروط الوضوء ويسقات كشروط دي سوحا أقوم مهم سن أربعة أفر أي أقوم مهم سن. الأول شرط كوبات العقل والتمييز، وقفك إنه ليه عقلي يه قفك إنه وحكلا سوعي كرو وحكلا ساري كرو. فلا يصح الوضوء ويسدك ما أنصحيسو من مجنون قفوالا ولا طفل عنقنك ما أنصحيسو لم يبلغ أنقارن السابعة من عمره عنق تدبصنا أنقارن ويسد ما كأنصحيسو. أهم شروط الوضوء ويسقاتك شروط دي سوحا أقوم مهمسا أربعة أفرش أي أقوم مهمسا. الأول شرط كوبات العقل والتمييز، وإنه لا يقفك عقلي حدنا وإنه لا يكل سعد. فلا يصح الوضوء ويسقاتك كما أنصحاي من مجنون قفوالا كما أنصحاي ولا طفل عنقنا كما أنصحاي أنا قاسو لم يبلغ أنقار السابعة من عمره تضبصنا أنقار عنقان يركو أكا. شروط ويسد وحيلا هاي شروط شروط وجمع شرط. شرط وحواي انت انا سيغا سمين كهر وانا سو اوف ستا او ارين وين ويسد اسبا انكو انسحين وادي لوين قفك شروط دي سمرك او ويسد وحا شروط دي كمد اه افر ارين اوغو مهمسا ولو ماذا قار طبان اي قارسيان وحا اوغو مهمسا افر شرط. شرط كوبات وحواي انو لاي هاي عقل اي تمييز. عقل وحواي قفك إنه وح جرد ليه وح أوجيه عقلي وح كدي ذا أو ليه وحنا كربو ها قف وعلا وعقلي كتكي ويسك ما أنصحسه. وكذلك قف وعقلي يسجوجن قف باصوحي قف با ما عرفت مير دبول مي ولو ويس سنة دي الله ويس ديس كما أنصحسه عقلي ماله كذا يو كسعة أن تمييز وإنه لا يقفك عنو غير أو دلان أه سبي أه أو ير أو تضبط سنة أن قارن لح سنة شن سنة أفر سنة سدح سنة هذا هو يسيست ويسديس كما أن سحس ويسكبي ربنا يا ويسكبي سمينا يا مويه وح ويسديس أو كان سحاي ماله مرك عنو قوى إنه يهي عنو مميز قفك وإنه مميز يهي تمييز قاروا.
way saqaadka marka kama ansaxayo laba qofood cunug yar iyo qof waalan sababtoo ah maxaa ka maqan shardigaana ka maqan alcaqlu waltamyiis qofka inuu caqli leeyahay waxna kala sooci karo oo yaa cunug yar maanta markuu yaryahay caqli yar caqli wuu leeyahay laakiin wax kale ma sooci karo wax uma kala cadcad أهم شروط الوضوء ويسقاط كشروطي سواء مهم سن أربعة أفرا مهم سن الأول شرط كوبات العقل والتمييز إنه لا هي عقلي هذانا لا هي كلا سعد فلا يصح الوضوء ويسقاط كما أنصحايو من مجنون قف والا وكل افتمات ولا طفل عنقنا كما أنصحايو ويل الماء قبر ير ويل ير لم يبلغ أنجارين السابعة من عمري تضبصنا أنجارين كما أنصحه وحاولي نوصل عنا شروط الوضوء وحنكسر مرنا هذا أن أقعدني شرط كوبا شرط قلبات الثاني النية قفكو إنه النية است فلا ومحلها نية باص كيدنه ماشي نية لجربنه القلب قلب جواي والنهوة والتلفظ بها إن نيذا لغو دواقو بدعة ووحو إلهي يا رسول كيس أنكسو أرورين وبدع وح أنسو أرورين وجرينو لقوله صلى الله عليه وسلم هذا النبي أيا الدليل صلى الله عليه وسلم أويري إنما الأعمال بالنيات نبي وحوضها أعماشا عمل يذا لسمين أيو نيذا أيكو أنصحايا عمل والبه نيذا أيكو أنصحايا الثاني شرط قلبات النية إلا النية استوى ومحلها نية بوس كيدنه القلب قلب جوا والتلفظ بها نية إن لغو دواقو وقفك نية دوكو دواقو بدعة وي وأوحان سوء أرورين شرعك إلهي أنك سوء أرورين لقوله نية وحاء الدليل إن نية الشرط أيته لقوله صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيس أيه الدليل أويري إنما الأعمال أعماش وحي كو أنصحان بالنيات النيائية كو أنصحان شرط قلبات وشروط ويسادة خاتك كمذا أيها التلاميذ الكرام نيادو نيادو بوس كذا وودنها قلب جواه قفك إنو قلب جيسا قشتو إنو ويسيسانا أيو أيال الربع قلب جي إنو قشتو ويسقاتك ياه إن لقربه ويسيسنا أيه وصلاة إنه أدرك ذا كربه أيه قلبي جيس كشنا ياو نيادة إن الغد واقه وبدعة بدعة وحالتها وحي شرع جا أنكسو أرورين إلهي إن أنس شيجن رسولك النبي جا أنس ماينن صلى الله عليه وسلم أصحابتي سوينا أكسن على جسوا جورين وبدعة بدعة ذا مرك ما في عنو شرع جا كم بنانو النبي صلى الله عليه وسلم نوادي ذا بدعة وكل بدعة ضلاله ير بدعوا الباء باضي وياه والغو باضي النقنا يا هذا سميست ذاتك قار مركب وحسمينا يان نية ذا مركب ويسسنا يان نية ذي أنكو دواقينا إليه نية ذي سأقو دواقين نويت فرض الوضوء إليه نويت وحان نيستي فرض الوضوء ويسقاطك إنه واجب وياه نيستي وراقفك وهذا أفسو مالك ودين أنت ويسسنا كور ويسسنا مركب أبلا بنيس إنا دهدي وحان نيست إنا ويسيسنا عملوا هذا الكاس أكود واقضي نيد أكود واقيس نبيك مسمين صلى الله عليه وسلم شرعك أنت لغا قاطع دي أنت النبي صلى الله عليه وسلم لغا قاطع نبيك صلى الله عليه وسلم هدو سمين هذي سمين أكود هاي هدانا سمين سلم أقول أمرك النية شرط قلبات ومن شروط الوضوء كمد النية نيوة نية أنت لغا قاطع ومحلها القلب بوس كذا او لوغو تلغلا وا قلبي ودنها وا قلبك وا ودنها ودنها معناها وا عق وحدن اوغال كذا دن ودنها وا ودنها قف كدي لوغو دفتو وا بس نولشي سو دمانه والتلفظ بها ان لوغو دواقو بدعه 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 هو شرعي ما بنانو كما سو ارورين ما ها الدليل مرك نيهده اني شرطته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه أعماش الله سمعين أيه وحيكو أنصحان إنما الأعمال تصح بالنيات نيادنا ووح عقلي قلبك لقشتوى ما يوح لقود لدواق معها
شرطك وحن أقول بين السدحات الثالث أن يكون ماء الوضوء بيهل قوي سيسنا وإنه نقضه ظهورا ظاهر إنه نقضه وغير مسروق مثل صوحضي أن نقضه شرطك السدحات أن يكون ماء الوضوء بيهل قوي سيسنا وإنه نقضه ظهورا بيه ظاهر وإنه نقضه واحد ظهيري وغير مسروق مثل صوت دعي ولا صوت حضي أن أهين بيها قفك أو كوي سيسنا شرطك السدحات وإنه نقضه بيه ظاهرة وغير مسروق بيها ظاهر كم حق سهر جيد بيه نجاسة بيه أو ماركتي بلاعت بلاي كل عضة وسقة أو كوي سيسنا ملقاي إله ويسداس مجرته بيه وسقة وكذي إيحار كجرو لقومه ويسيسن كار أما بيه النجاسة نجاسة يكون عضي بيها مركوا هنا يهين بيها سأكون ويسيسن يسد ظهورا بيه ظاهرة هنا يهين بيه ظاهرة هشلك لكن قف كسو حتى قف سكور ده أضي ويايلا أو سرير تيسس كور ده أبيه كسو عضي عاجي أو كوي سيسن لاي كسو عضي ما كسا بيه كوي سيسن بيها س ويسد هذا مجرو وأنا مات هو بيل صوحدي بيها مركز ده صوحدي أما قف أكسو دعدي بيه ويسكو عن صحيح ما صلاة ده دكتنه صلاة إلهي الرب معها صلاة لو قلت على قلم الدكان مركز بيها وأنا أسك إلهي سا بيه حلال أو ظاهر وأنا كويس ستد شرطك سدحات وين شرطك سدحات الثالث أن يكون ماء الوضوء بيها الكويس سنة وأنا نقضه ظهورا بيه ظاهرة وأنا نقضه وغير مسروق مثال لحظ لصوحظ وإنه نقض الرابع شرطك أفراد إزالة ما شيء وإن لزوليا يمنع ديذاي وصول الماء بيها إني قاران إلى البشرة جرك إزالة ما شيء وإن لزوليا يمنع ديذاي وصول الماء بيها إني قاران إلى البشرة جرك إني قاران شرطك أفراد وحواي بيها مركا ويسيسن يسد وجهك هنا دقدت شلان صبرانه قعمه دقدت إلى المرفقين لقوه دقدت هدي أو قعمه هذا الشيء أو كده جينه هاي أو بيها هوس قارين كور مثلا ساعد حوض بدنا كده جس بيها دساس وش بتدمى بقارا أنت عبنان هدي قاب ير أو قاب جرك كم إذا أو ير هدي قلالمته ويسد هذا بعض دلوا وح كجر مال ويسد هذا بأبرو صلاة هذا ما أنصحه إلهي كاميلة. مركو حال الربع شيء جرك هذا ماشى دقيس دو إنه بناي. عجين هدو ماشى كهذا جينه كور قبله عجين قصاي. عجين ما أنت نمكو قال الله ماشى. بياه مركو أول مرينا عجين ما ب أنتو كده جينه. ما جاري به. إذا بياه اسمع ما أنصحه. سلا سوق الفرانتي أذك حب بدن أو مركو دقايو بياه أن جاري إنه هوس. iyadana ma ansaxayso weysaqad kaad waa u dhamaatay ma jiro marka waxa la rabaa marka weysaysanaysid in wixii alla wixii biyahaas hoos inay gaaraan ama jirkaada taabtaan diidaayo waa inuu ka maran yahay jirka oo lahayn jirkaada waa inuu nadiif yahay ajin inuu ku dhagneen waa inuu saacad xoog badan oo saacad aan balaq ma ahan saacad saas ma ahan saacad adag oo xoog kuugu dhagan oo biyaha marka lagu shubo aan gaarin hoos سيداسو كلا فرانتي أذك لمن ربو حاسو دن ججن قبلها قار ججن يحرنا يا ساسو كلا أو أذك يا داو مدويسو داو مدويس عجي عديدة وا عديدة ما أحد تا عديدة إعلان إيو وحن عديدة لمرنا يا ريب ملحن لكن وحال ديدة يا محنكو إره داية وح جرك ديدة إنو بيها جارو وحاسال ديدة وحاس ملأ أقلو الرابع شرطك أفراد إزالة ما شيء وإن لزوليو يمنع ديدا وصول الماء بيها إن إجاران إلى البشرة جرك بشرة واجرك جرك هذا يعني وح ديدا إن إجاران لما أقوله وإن أكب حسايو كفيدا أفرت شرطي أيام صبر أنا ما أنت مركا أن وحن صبرني أفر شرطي أيام صبرني شرطي كوبات وحوها العقل والتمييز قفك إنه لهذا عقلي يكلا صع شرطك لبعض النية أو بوس كذي هي قلبك شرطك سدحات
أن يكون الماء ظهورا بيهوى إنه يهي ظاهر وغير مسروق أنا صاحب إزالة ما يمنع كان أفراد إلا الزولية وحديدة وصول الماء بيها إني جاران إلى البشرة جرك إني جاران وعقد بين أسئلة سؤال وتمارين إيه توبريال أسئلة وتمارين سؤال شكوبات كم أهم شروط الوضوء وسقاط كشروط سمحة ميقا أو مهم سن إمي سواء أنت أو مهم سن كم أهم شروط الوضوء وسقاط كشروط إمي سواء أو مهم سن شرط قلبات أذكر إثنين لا بك شك من شروط الوضوء وسقاط كشروط أفرطة لا بك شك سؤال شسدحات أين محل النية نية الضوص كذا أنت أول أين محل النية نية ذا ميلة لذا ماذا هذا أنت أول سؤال شعفرات ما حكم التلفظ بالنية نية ذا إن لقود واقع وقفك نية ذا أقود واقع حكم كذا وامح ما حكم التلفظ وامح حكم كأوليها إن لقود واقع بالنية نية ذا إن لقود واقع حكم كذا وامح اسمي نور الدين الجواب الأول أهم شروط الوضوء أربعة اسمي معتصم آدم إسحاق السؤال الثاني العقل والتمييز النية اسمي سديس محمود الجواب الثالث محل النية القلب اسمي عبد الله عبد العزيز الجواب الرابع التلفظ بها بدعة آد أي أمها تسيهين أرضيذ السيدة وناكسني أغا جوابين عشر كيرمان توفقق أها وأنكبرني الدرس الثالث شروط الوضوء ما أنت عشر كان أنت سيكويقهي بالله توفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.